البلدة القديمة في داريسيا بتوقع في مركز البلدة، وداريسيا هي شمال غرب محافظة سلفيت. مساحة هاي البلدة القديمة اللي فيها آثار ملامحها رومانية ومملوكية، مساحتها 51 دنم، فيها 4 بوابات مقوسة، وفوق كل بوابة في مضافة، وزي ما انتو شايفين الأزقة فيها ضيقة والبيوت متلاصقة قريبة من بعض كثير. وهاي المضافات اللي موجودة في البلد كان يقعد فيها قادة الإضراب الشهير في عام 1936، وبرضو كانت من اللي احتضنت في أزقتها أشبال الحجارة في الانتفاضة الأولى. يعني مناظر بتحبس الأنفاس زي ما بيحكوا، ما شاء الله عليها فلسطين.